جيت ولت البارح وجيت البارح لهنا وهكا زاد اليوم رجعت وقالوا قري موجودين ليزانترن موجودين الاطباء معناتها البروفيسور زاد كيف خلي دي زيكيب دو غارد هذيك اللي باش يخدموا الحالات السجليه يعني المواطن مش يخليه واحد في السبيطار. نتاع المكي ولا ما الله اعلم شنو هي الحكايه نتاعهم هذا اللي قاعدين نعانيو فيه معناها ولت ميليشيات. انا استاذ جامعي رئيس قسم بالمستشفى الاعصاب رئيس اللجنه الطبيه في معهد الاعصاب هاوش قاعد يصير للساده الجامعيين وقت هالحكم هذايا شدوه نخدموا فيها وطول عمرنا نمشي ونداويو وبلاش في المناطق الداخليه وما نستناو حتى حد مش يشكرنا هذوكم مرضتنا هذوكم اهلنا وناسنا ومالينا ماناش نستناو في قانون مش نمشي ونداويوهم هذه حاجه الاولى. ثاني حاجه كي يقول للعباد اللي المناطق الداخليه وخذوا ثلاثه سبيطارات ووزاره تلقاهم بهين هاو بحذاك صالح عزيز هاو بحذاك وسيله بورقيبه والرابطه اللي هما اكبر مستشفيات في تونس نجموا تتفضلوا تصوروا اللي الامكانيات اللي موجوده فيهم والمريض قداش قاعد يغني